وصلنا لفقرتنا التالية لنحكي فيها عن أهمية التدريب وأهم الاستراتيجيات لتمكين الأطفال وتدريبهم ومهاراتهم العقلية وقدراتهم أيضا. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع. بصرنا نرحب بضيفتنا المدربة نسرين نقور، مدربة حساب ذهني ومهارات عقلية وفكرية، وأيضا بدنا نرحب بالطفلة المبدعة مرام نقور. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح النور. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. كيفك؟ صباح الخير. اليوم بدنا نعمل هيك شوية تدريبات روبيك واكيد بنشوف هيك على الحساب الذهني، ولكن خلينا اول شيء نصبح عليكم مره ثانيه. اهلا وسهلا بحضرتك. قديش اليوم فخوره فيها وبكل الطلاب وقت اللي بتشوفي هيك انجاز بعد هذا التعب. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيك. اكيد هذا نحن لما بنشوف نتائج النهائيه اللي ابداع طلابنا ومهاراتهم العقليه والابداعيه كثير بننسى التعب وبنشعر هيك انه فعلا في قدرات الحمد لله عند اطفالنا، نحن عم نقدر نوصلها للطريق الصحيح. خلينا نحكي شوي عن مهاره او دوره التي او تي وكيف بتتم واهم اساليبها. تمام. هلا بدايه انا فيني اعرف شوي التي او تي. التي او تي هي عباره عن مدرب مدربين، تريننج اوف ترينر. هو برنامج تدريبي شامل بيشمل جميع الاختصاصات. حلاوه البرنامج انه هو شامل لجميع الاختصاصات سواء كان حرفي، مهني، تعليمي، اكاديمي، يشمل لجميع الفئات. بيتم تدريب المدربين لوضعهم بخطه استراتيجيه واليات عمل معينه لينطلقوا بسوق العمل مهما كانت الاختصاصات. طيب اليوم من خلال مجالك وعملك، شو اهم الصفات اليوم لحضرتك لازم تتمتعي فيها كرمال تقدري تعطي هي المهاره؟ رح نرجع لعندك لا تضلي تطلعي فيني لحتى تقدري تقدمي المعلومه، حتى تكوني كنا بفقره الاولى عم نحكي عن القائد، اليوم انت قائد لهي المجموعه لحتى تقدري تاثري وتنقلي هي الخبرات، شو اهم اليوم هيك تحاولي تركزي عليه؟ تمام. هلا نحن كثير بنركز انه يكون في عندنا صفات مدرب ناجح. نحن المعلومات عم تنعطى للمدربين، خلينا نقول مثلا نحن على صفه تدريب المدربين عم بعطي انا المعلومات كامله متكامله للمدربين جميعا، بس انت بدك تروح تطور من نفسك، تطور من ذاتك لحتى تقدر تتعامل مع الاطفال. خلال نحن عم نقدم هذا الشيء شلون يتعاملوا مع الاطفال ببرنامجنا تي او تي. تمام. اول شيء لازم يكون عنده ثقه بنفسه كثير عاليه هذا المدرب، لانه اذا فقد هي الثقة بنفسه شلون انا قدوة هاي الطلاب، شلون بدي انا منحهم هي الثقة بالنفس وادعمهم اذا انا ضعيفة ما عندي ثقة بنفسي. قديش الثقة بالنفس كثير مهمة للاطفال وخاصة وقت اللي بيكونوا بمسابقات. نحن عم نحكي، شو رأيك مرام هيك نحرك شيء من هدول القصص اللي جايبتيهم روبيك؟ هذا عقدة حياتي كثير حلوة. اخشي فكيته وقطع قطع. ايوه تمام. هلا هو هذا بيعتبر نرفع ايدنا شوي مرام، نحن عم نشتغل عليه. هو خوارزميات، هي خوارزميات والطفل عم يشتغل عليها قديش بتنمي عقله وابداعه لحتى تقوي قدراته. تمام. بتنمي الذاكره عند الطفل بشكل كثير فظيع لانه هو بيعتمد على خوارزميات بالحل. وهلق اذا الكاميرا شوي بتاخذ لها المكعبات لمرام بتشوف كل مكعب له خوارزميات خاصه بالحل. لهيك بتلاقي فينا نقول بياكل وقت مع هلا بدايه تدريب، بعدين هي بتصير عندها مهاره بالسرعه. حلو مرام، ننتقل عندك شوي. هلا اليوم من اهم لا انت هون انا بعرف انه الحساب الذهني انه في تدريبات مشان انت تقدري تتحركي وتحكي وتركزي تستخدمي الايدتين، صح كوتش؟ صح. طيب خلينا نحكي مرام هيك ننتقل عندك هيك شوي، قديش لك بمجال الحساب الذهني والروبيك؟ سنتين. هلا الحساب الذهني سنتين، الروبيك سنه. كيف لقيتي هذا المجال؟ قديش طور من مهاراتك؟ اكيد طور من مهاراتي كثير وزاد لي ثقتي بنفسي وتركيزي وفادني كثير بالمدرسه، حتى انه بالرياضيات وبانه اتعامل مع بهدوء وتركيز مع ورقه الامتحان. اعطاكي شخصيه قويه على ما يبدو يا مرام. حلو. طيب خلينا هيك نرجع هيك شوي لعند الكوتش لنحكي اكثر عن هذا البرنامج جدا جميل. تحكي لنا شوي عن مجال، رجعنا وحكينا من شوي عن التي او تي، شو هل هو له شرائح معينه من الناس لحتى يتدربوا بهذا المجال، وكيف الشخص اليوم قادر فعلا انه يخضع لحتى يكون هو مدرب ناجح؟ تمام. هلا هو برنامج التي او تي هو مثل ما انا حكيت هلا من شوي هو شامل لجميع الاختصاصات،
فنحن بنلاقي جميع الشرائح هي مطلوبة فيها، خاصة هو برنامج هلق مطلوب بالسي في، تمام؟ يعني إذا أي وظيفة بده يتقدم لها الشخص أول شيء بيطلبوها هي ورقة شهادة سي في، لأنه معروف خلص إذا أنت معك شهادة التي أو تي أنك فعلا تمتلك القدرات والمهارات اللي بدك تنطلق بسوق العمل بقوة. طلاب الجامعات بجميع المهن مطلوب التي أو تي، وهذا الموضوع نحن نشتغل عليه هلا سواء كان بالقطاع العام او الخاص هو المطلوب. تمام. طيب خلينا هيك نحكي اليوم، في كثير اشخاص عاملين حساب ذهني وعاملين خلينا نقول كورس واخذوا الشهادات ولكن ما راحوا ليمارسوا هي خلينا نقول المهنه او التدريبات. اليوم المدرب والطفل ببعض الحالات ما بيكون عندهم ثقه بنفسهم، بيكون عندهم خوف. خلينا نحكي عن الاسباب اللي ممكن تخلي مثلا اليوم مرام ما شاء الله يعني مبين شخصيتها قويه، يعني قدرت اليوم تطلع هوا وتشتغل روبيك وتحاكيني، يعني هذا شيء اثر ايجابي، ولكن بالشق الاخر يعني في شيء سلبي احيانا بصير على الطفل، شو بيكون اهم اسبابه؟ أهم أسبابه حكينا نحن لما بيكون في تجارب سابقة هي التجارب فاشلة. يعني مثال خلينا أنا بدي أشمل كبار وصغار سواء كان الأطفال أم المدربين الكبار. مثال كونه نحن اليوم عم نختص بشيء اسمه تي أو تي بينعكس على أطفالنا، هي نقول مثلا نفترض صاحب مشفى ماشي، مدير مشفى، مدير مدرسي، وين ما كان بمجال عمله ما قدر يتعامل مع آلية العمل الموجودة بالمؤسسة، فصار عنده تجربة فاشلة، هذا الشيء بيقلل من ثقته بنفسه، ممكن ينسحب من شغله، ما عاد بده يشتغل. هي من أهم الأسباب. نحن نفس الشيء، هذا الشيء نحن نطبقه على الأطفال. هلا الطفل مثال مثلا هي عم تحل الربك خلينا نقول وقفت عند خوارزمية معينة، هذا الشيء نحن لازم نعزز من ثقتها بنفسها، أنت قادرة، بهي الكلمات التشجيعية، أنت قادرة، أنت فيكي، أنت تمام، دائما تحفيز ودعم للأطفال لحتى يستمر الطفل. أهم نقطة ثقة بالنفس، تمام. ثاني شغلة نحن مثل ما حكيتي بالسؤال إنه شو سبب تخليه هو بيفشل، أنت أخذتي برنامج حساب ذهني بس ليش ما نجحتي؟ بيكون بيسمعوا للآخرين، إحباط من حواليهم كثير، يعني بيجي أي شخص بيقول لك شو بدك بهي الدورة؟ أنت شو بدك بهذا المجال؟ أنت هي طاقات سلبية كثير موجودة حوالينا، فهذا الشيء كلياته بيراجع من قدرة المدرب إذا بده يسمع لهي الأشخاص طبعاً، هي كثير طبعاً نحن عم نعاني من حواليها، بس الحمد لله نحن ببرنامج التو تي نحن اللي عم نصقل من شخصية المدرب، من مهاراته، من خبراته، وعم نخليه مثل ما نقوله يكون بالطريق الصحيح بمجال التدريب. نرجع لعند مرام. ما عيرنا لوقت لمرام يعني. لا لا. غشتني ما عيرت لا. عملتي ثلاث مكعبات مرام؟ هلق الرابع. هلأ الرابع ما شاء الله. يعني ما أخذت لا. أول مكعب ممكن عملته أنا ثواني هلأ هي شطورة ما شاء الله، هي مهارة عندها صحيح. تمام. مرام تحكي لنا عن أهم الدورات اللي خضعتي لها بالمؤسسة. طبعا أنا خضعت لأكثر من دورة، خضعت للحساب الذهني والأصابع والروبيك والذاكرة الذهبية. هلأ أنا أكثر شيء فادني هو كلهم مفيدين، بس عند الحساب الذهني والذاكرة الذهبية كتير فادوني حتى بالمدرسة، حتى حفظ وتركيز وهدوء. حلو. طيب كوتش مرام خليكي عم نشتغل، خلينا هيك نرجع للأبكوس شوي، نشتغل على التخيل وعدول الذاكرة قدامهم هاي القصة يعني. بس بدي أسألك أنت على المسابقات والاشتراك بالمسابقات إن كان على المستوى المحلي أو المستوى الدولي، قد هي مهمة بالنسبة لكم؟ يعني اليوم وقت بتشوفي أنا أخذت طلابي على خلينا نقول مسابقة دولية أو محلية وطلعت بنتائج مهمة، قد هذا بيعزز ثقتك بنفسك وبالأطفال يعني المشتركين؟ طبعا هلا هذا الشيء أول شيء مثل ما حكيت إنه بينسي التعب، لأنه نحن مستويات وكورسات وتعب، يعني انتم بتشوفوا مثل ما نحن بنقول للاهالي انتم بتشوفوا هذا الطفل خالص يعني جاهز لكم بكل شيء، بس هذا نتيجه تعب وشغل وجهد، وخاصه نشتغل على القدرات العقليه، يعني كل طفل عنده قدرات متميزه عن القدرات العقليه عند الطفل الثاني، انماط الاطفال، فهذا الشيء كثير نحن يعني في جهد وتعب لنوصل للطفل، فبس نشوف هي النتائج كلياته هذا الشيء بننسى. شاركتوا كثير بمسابقات؟ كثير طبعا، مسابقات محليه ومسابقات دوليه. دائما مؤسسه تعلمني قلنا الحصه الاولى المراتب الاولى بالفوز الحمد لله. هل اليوم في مميزات معينه للطفل ليشترك بهي المسابقه او حتى يخضع للتدريب؟ ممكن انه هو من الاساس لازم يكون عنده مهاره معينه؟
هلا بشكل عام نحن شعارنا بمؤسسة تعلمني انه التعليم متاح لكل طفل. يعني نحن بنخلي الطفل يشارك سواء انت قادر انك تفوز، بدك تفوز ام لا، لانه روح المسابقة والمنافسة هو لحاله بيعزز من ثقته بنفسه. يعني هو مسابقة بعد مسابقة، هو صار عنده خبرة لحتى يوصل الا ما يرجع يفوز الطفل، تمام؟ فنحن يعني الطفل ما عنده مثلا هي المهارة مثل ما رام ما يفوز، لا بنخليه يشارك معلش مهما كانت النتائج. قد ايه اليوم الخيال والاصابع؟ خلينا نرفع لبك، انا بقول له ابكوس، هو له اكثر من تسمية مصطلح. يعني تمام. نرفعه هيك للكاميرا. قد ايه اليوم الخيال بيلعب دور جدا مهم بهي الاله الحسابيه الذهنيه؟ يعني هي يعني يمكن اخر شيء بتصيري تتخيلي انت كيف عم تحركي الازرار تبعها. طبعا هلا له دور كثير كبير، لانه هو بينمي الشق اليمين من الدماغ وبيساعد على عمليات الحفظ والتركيز، ذاكره طويله المدى. مثل ما قلت لك مرام، هو اثر على دراستها، طريقه الحفظ قصرت بدراستها، طريقه استيعابها للمعلومات من قبل المس صارت اسلس واسهل، متميزه بكل شيء. هلا انت طلبتي منها تمسك الاباكوس، بس هي وصلت لمرحله تستغني عنه. اكيد انا بس حبيت استعرضه على الكاميرا. يعني هي ما عاد حبت تشتغل عليه، صار مرسوم بمخيلتها. لا هو كثير حلو تدريباته. يعني ممكن كل حدا ما خاض التجربه، في لها متعه اخر شيء وقت انت بخيالك عم ترفعي وبتنزلي عمليه حسابيه. بس ولكن اليوم وقت بنحكي عن هي العمليه بنحكي عن مجموعه من الاطفال، اليوم انت كيف قادره تنسقي بيناتهم، تعطي كل طفل حقه؟ يعني وخاصه نحن عم نحكي عن ذكاء خيالي، خلينا نقول. تمام. هلا بالبدايه انا بس بدي احكي نوه شغله، انه نحن كلياتنا تلاميذ في هي الحياه. الطفل بيكون متعلم، او المدربين، ما بدي احكي بس عن الاطفال، كمدربين كانوا عم بيحكي عن التوتي، انه هن بيكونوا متعلمين مهارات خاطئه، اشياء خاطئه، معلومات خاطئه حسب البيئه اللي هن متواجدين فيها. نحن ببرنامج التوتي بنصقل شخصيتهم، تمام، ونوجههم للطريق الصحيح لحتى يقدروا يكفوا باي عمل باي مجال. ايضا الاطفال نفس الشيء، احنا كثير بنعاني من اطفال في انماط معينه من الاطفال. هلا مأثر عليها البيئه المحيطه فيها. يعني الطفل كلهم عندهم قدرات وعندهم مهارات ما شاء الله، بس البيئه سلبيه اللي حواليها. احنا عم نسقل شخصيه الطفل بالبدايه، ثقه بالنفس بالبدايه، ليقدر ينطلق بهي البرامج ويعطي هي النتائج. المهم ممكن انه تمرق معكم بعض حالات من الاطفال انه هن ما عندهم هي الرغبه، لكن هي رغبه الاهل. هن وقت بتكون هي الحاله كيف ممكن تتعاملوا معها؟ تمام. هلا نحن هون بيكون في تشجيع كثير كبير للاهالي. هي اول شيء، بس تجينا هيك حاليا نحن نبلش بالاهالي. يعني مثل بدك انت غسل دماغ اول شيء للاهالي، تعرفيها على البرنامج، تفرجيها على النماذج، تعرفيها على الاطفال يلي هن وصلوا معنا شو اثر هذا الشيء، بنعطيهم شيء ملموس. بعدين بنقول لهم بس جربوا اول كورس، بس انت جربي مجرد تجربه وشوفي انت. هلا ما في من ثالث جلسه من رابع جلسه دغري لحالها الام بتصير تلاقي الفرق بين بطفله شلون كان وشلون صار. تمام. نحن بنتمنى لكم التوفيق بهي الرحله العلميه الشيقه. مرام، بكلمه اخيره، طموحك للمستقبل؟ اكيد، يعني انا بحب اني فوز بمسابقات سيري كوتش وان شاء الله. اكيد رح تكون فخوره فيكي لانه انت حققتي انجاز من هذا التعب اللي حضرتها. شكرا لحضوركم اليوم، نتمنى لكم كل التوفيق ونشوفك بصمه سوريه دائما على جميع المستويات دوليا قبل محليا. شكرا لكم. شكرا لحضوركم، واكيد بنتمنى لها لمرام ولكل الاطفال اللي عندهم هيك قدرات ومهارات التوفيق والمزيد من النجاح، ومستقبل اكيد كثير يكون حلو. شكرا لكم. شكرا لكم.